إذا أول شيء هون عنا لحد الآن إحنا شو اليوزر ريكوايرمنتس اللي حكينا عنهم لحد الآن؟ حكينا عن بس تو يوزر ريكوايرمنتس. إيش كانوا؟ اللي هم الـ quantity of service. دي كانت الارايفل ريت. حتى نحقق الارايفل ريت صممنا بحيث انه يطلع عندنا هاندين كاباسيتي يكون هذا اكبر من او يساوي، مش هيك؟ وحكينا عن الكواليتي اوف سيرفيس، كوانتيتي كواليتي. الكواليتي اوف سيرفيس قلنا حتى لو تحققت الارايفل ريت وحققنا هاندين كاباسيتي مش شرط يكون الكواليتي كويسه، لانه ممكن احط انا مصعد واحد ضخم جدا وياخذ الانترفال، ياخذ راوند تريب تايم، مش هيك؟ الانترفال بيصير مساوي للراوند تريب تايم، بيصير الانتظار طويل، ولما يجي المصعد الكبير جدا هذا راح ياخذ الناس اللي موجودين وراح ينقلهم ويوصلهم، بس الكواليتي سيئه، الكوانتيتي اوكي. اذا عشان اضمن كمان عندي جود كواليتي اوف سيرفيس راح نحط انترفال اكشوال، وقلنا لازم الانترفال عفوا انترفال تارجت والانترفال اكشوال لازم يكون اقل من او يساوي، هذول هم الاثنين اللي حطيناهم جزء الريكوايرمنتس. وفي الكالكوليشن كل شغلنا بالكالكوليشن كان مبني انه نحقق هذول الاثنين، واي نقطة على الهرنت بلين هي احداثياتهم هذول التو فاريبلز. هلا اجينا حكينا حتى لو هذول احيانا تحققوا راح يصير عندنا مشاكل هون احيانا، لانه ممكن الترافلينج تايم يكون طويل كثير، فالترافلينج تايم هلا له تعريف راح نطلع عليه، والويتنج تايم له تعريف. ببساطة ببساطة الويتنج تايم اللي الزمن اللي بستناه حتى يوصل المصعد وابدا ادخل، الويت ترافلينج تايم هو الزمن اللي بقضيه داخل المصعد وانا بنتقل ببساطه، بس في طبعا التعريفات هلا بدها تكون دقيقه لانه في تعريفات مختلفه. فالويتنج تايم، فعندي تو اديشنال يوزر ريكويرمنتس، وتو اديشنال يوزر ريكويرمنتس دخلناهم لانه احيانا هذول لحالهم ما بيكونوا كافيين يعطوني جود سيرفيس. فتو اديشنال يوزر ريكويرمنتس راح نسميها افريج. هلا باسنجر هي كلمة مقدرة مفهوم انه هو الباسنجر، احيانا بنسقط هاي الكلمة، بس هي افريج باسنجر ويتنج تايم. وطبعا احنا معتبرين كل الباسنجرز ايكوال، فهذا مش ويتد افريج، هذا افريج عادي، ما في باسنجر اهم من باسنجر. احنا كل الباسنجر بناخذ الافريج تبعهم، وبعدين عندي هون الافريج كمان نفس الشيء، هاي هون مقدرة بس بنسقطها اللي هي ترافلينج تايم. هلا في تعريفين، في تعريف عالمي موجود صار اتفاق عليه راح احطه، وفي تعريف احنا بنستخدمه هون في الاشتقاق تبعنا وفي المعادلات، لانه انا بفترض او رايي انه هذا التعريف اهم او ممثل احسن للهاي، بس خلينا نحط التعريفين. هلا اذا هون ديفينيشن راح نسمي هذا راح نختصره ب A W T، وكونه حطيناه ابر كيس معناها هو افريج. لو اخذت الباسنجر الاول راح اقول A W T سمول، بس الافرج تبع كل الباسنجر رح ناخذ اي دبليو تي لار، وهذا رح نختصره ب اي تي تي. هلا اذا جينا اطلعنا على الديفينيشنز لازم نعرف الديفينيشنز عشان نعرف بالضبط كيف نحسبه ونطلع عليه. هلا هون لو اخذنا التعريف رح اسمي هذا اي دبليو تي 1، هذا التعريف اللي احنا رح نستعمله هو الافرج تايم، او خلينا نعرفه هو الزمن وبعدين بنقول انه الافرج. الافرج لكل الباسنجرز اذا هو ذا تايم بتوين ذا ارايفل اوف اي باسنجر ان ذا لوبي. هلا هو بوصل اللوبي، بوصل اللوبي ممكن يدخل على كيو وممكن يلاقي انه المصعد اوريدي بابه فاتح ويطلع لهاي، بس احنا عم ناخذها من نقطه الارايفل. احنا بالنسبه لنا هاي نقطه التولد تبعه، لما كنا نعمل جنريشن اوف باسنجرز ان تايم هاي هي نقطه التولد في الزمن. اذا between the arrival of a passenger in the lobby and his or her starting to board. ايش يعني كلمه بورد؟ بورد يعني بوردينج، بالطيارات بنقول بوردينج، دخول يعني دخول تو بورد. الايت معناها الايت جاي من الحصان بنقول يترجل، او الايت بالحاله هاي انه ينزل من الحافله او ينزل من القطار،
اذا لايت عكس بورد، بورد هو دخول لها الزمن. طبعا الافرج ويتنج تايم هو الافرج لكل هذول، الافرج فور اول باسنجرز. يعني اذا بدنا ناخذ اي دبليو تي اي سم اي واحد ل بي، شو نسميهم؟ اذا سميتهم كابيتال بي راح نفكرهم انه هذا، اذا بدك سميهم ان. اوكي، فهي هاي وهاي صارت انستنس فور ون باسنجر من واحد لان اي دبليو تي. هذا تعريف، هذا مش التعريف العالمي. التعريف العالمي هلا بنحكي عنه بشكل مختلف، بس هذا تعريف. اذا هو الزمن من لكل باسنجر من لحظه وصوله. بعدين هون ستارتنج تو بورد، فالبوردنج تايم نفسه مش مشمول. البوردنج تايم مشمول مع وين؟ مع الترافلنج تايم. انا بعتبر انه هون هلا سايكولوجيا هذا هو اصح، لانه الشخص بيعتبر انه هو مشكلته انتهت لما يبدا يدخل، لانه ممكن مصعد يوصل ويفتح بابه وهو ما يطلع فيه، ما يصحلوش مكان فيه، يكون ملان. فاحنا سايكولوجيا بنعتبر انه بدايته او انتظاره انتهى. مين أسوأ سايكولوجيا، الانتظار ولا الترافلينج؟ الانتظار سيئ. من مره ونص لمرتين تقريبا، الناس اللي عملوا ابحاث وجدوا انه من مره ونص لمرتين أسوأ الانتظار من الترافلينج. لانه انا لسه هون حاسس انه انا ما تامنت اني دخلت على مصعد، فالانتظار عاده أسوأ. اذا بدي احاول اعمل مينيمايزيشن، اعمل اوبتمايزيشن، الاوبجكتيف فانكشن، الاوبجكتيف فانكشن اللي بحاول اعملها مينيمايزيشن، ممكن اعطي ويت اكثر للويتنج تايم مقارنه بالترافلينج تايم. فممكن احط مره ونص او مرتين الويتنج تايم بالنسبه للترافلينج، اعتبر انه هذا اهم فاعطيه ويت اكثر. لما بعمل اوبتمايزيشن لفانكشن، والفانكشن هاي مجموعه من مجموعه فاريبلز، اذا في فاريبل بهمني اكثر شو بعطيه؟ بعطيه ويت اكثر بحيث انه يبين قيمته اكثر، بحيث انه بعمل له مينيمايزيشن او بعطيه اولويه على الثاني. وناخذ كمان تعريف اي تي تي 1. فاي تي تي هون 1 يعني التعريف الاول. رح ناخذ هون اي تي تي 1 و اي تي تي 1. هلا هون هو الزمن. هلا منطقي اني اقول انه بيبدا من لحظه ما بينتهي هذا، ما بدي وقت يضيع على الفاضي ولا بدي اوفرلاب بينهم. فهو starts the time between the passenger starting to board until he she completes alighting at his her destination. فأنا شملت فيه كمان الالايتنج تايم، الخروج، زمن الخروج حتى يوصل للطابق. فهون شملنا زمن الدخول وشملنا زمن الخروج. فالزمن اللي باخده حتى يدخل على المصعد شملناه لأنه starting to board، وشملنا كمان زمن الخروج، وقت خروجه حتى يخرج من المصعد. هاي صارت الرحلة كاملة. هذا ستاندرد احنا معتمدينه بهذا الكورس، او هذا اللي انا بستعمله. فكل السوفت وير اللي كتبوه، اذا في طلاب كتبوا سيميليشن سوفت وير، اعتمدنا احنا اي دبليو تي 1 واي تي تي 1. ونفس الشيء هون عندي راح يكون اي تي تي 1 يساوي الافرج لاي تي تي اي، اي بتساوي 1 لان لكل الجيرنيز. هون هذا التعريف، هذا احد التعريفات او هذا التعريف الاول.